الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعاقنا رب اتمم بالخير واسعده. الله ولي التوفيق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. وفيما يلي بيان المعفوات من النجاسة. بيان المعفوات من النجاسة. ويعفى عند منه برغوث. فإذن فيما مضى كان البحث عن النجاسات وتطهير بالها عينا وحكما فرضنا من تلك الأبحاث. ثم من هنا يبين المصنف المعفوات، وهذه المعفوات في ثوب المصلي وبدنه ومكانه. أما المعفوات في الماء يعني في ماء الوضوء والغسل قد سبق في بابه. إذن يعفى يعني في ثوب المصلي وبدنه ومكانه. ذكر في التحفة ابن حجر رحمه الله كتب هناك ويعفى في الثوب والبدن والمكان هكذا. ثم عن دم نحو برغوث. أن يعفى عن دم، هذا دم لأي حيوان؟ لنحو برغوث. وكذلك دمل وإن كثر بغير فعله، وقليل دم غيره، وحيل ورعاف. هكذا المتن. عن برغوث مما لا نفس له سائلة. البرغوث ونحوه يكون له دم لكن لا يكون له دم سائل. لذلك قال يعني مصنف الماتن قال دم نحو برغوث. إذن ماذا أراد بهذا النحو؟ هذا الذي بين الشارع فيما بعد مما لا نفس له سائلة. مثاله البعوض والقمل هكذا حيوانات صغار لا يكون لها دم سائل. يكون لها دم لكن لا يسيل. هذا هو الفرق. إذن هذه الحيوانات لو أصاب دمها ثوب إنسان أو مكان إنسان مكان مصل أو بدن مصل يعفى عنه، يعني تنجس لكن لا يجب عليه الغسل. هذا معنى العفو. معنى العفو يعني لا يجب الغسل، أما حكم التنجس موجود. وقال عن دم نحو هذه الأشياء يعفى عنه. فإذا العفاء عن جلده لا يعفى عن جلده، جلده وكذلك عن ميتته أيضا. فإذا رجل صلى حاملا لميتة برغوث أو يعني قمل أو فراشة ليس لها دم سائل لا يعفى عنه، أما مجرد دم يعفى عنه. وكذلك دم نحو دمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ.
نهو دم دمل كبصرة وجرح وعن قيحه وصديده. كذلك يعفى عن نهو دمل. والذي سبق يعني حيوانات، وهذا دمل يكون من نفس المسلم، من بدن المسلم، هذا يعني جرحة تخرج في بدنه. دمل كبصرة، كبصرة مثال للنحو، لما هو نحو ومثال للدمل ما هو كبصرة. كذلك جرح، رجل جريح علو من أعلائه جزء من بدنه يخرج منه الدم يعفى عنه. كذلك عن قيحه وصديده، يعني عن قيح نحو دمل، الأمر يرجع إلى نحو ليس إلى الدمل فقط، يعني هذا الدمل أو الجرح أو البصرة فسدت حتى يخرج منه القيح أو الصديد يعفى عنه وإن كثر. وهنا يعفى عنه سواء كان هذا الدم أو الصديد أو القيح كثيرا يعفى عنه. ما فيما يأتي سيأتي شيء وهو مقيد بالقلة، وهنا ليس هذا القيد. فإن كثر الدم فيهما، فيهما يعني في نحو برغوث ونحو دمر، هكذا ذكر شيئين الماتن المصنف. فإذا ولو كان الدم كثيرا في هذين يعفى عنه. أو اندثر بعرق، يعني الرجل عرق بدنه ثم اندثر بواسطة هذا العرق هذا الدم إلى سائر بدنه يعفى عنه. أو فاحش الأول، هذا اندثار بالعرق وكذلك الكثرة فيهما، يعني في نحو برغوث كذلك في نحو دمل جميعا. أو فاحش الأول بحيث طبق الثوب على المنقول المعتمد. وهنا خلاف لذلك قيد الأول. فاحش الأول يعني أن دم نحو برغوث صار فاحشا كثيرا، يعني صار الكثرة فاحشة. ما معنى الفحش؟ هذا الذي يبين بحيث طبق الثوب، يعني عمم الثوب جميعا على المنقول المعتمد. فإذا هناك للإمام الأزرعي رحمه الله خلاف في هذه المسألة لذلك قيد، وإلا هو داخل في قوله وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول، يعني ليس للاحتراز عن فحش الثاني، بل هذا اعتبارا لمحل الخلاف. الإمام الأزرعي رحمه الله قال يعني لو طبق الثوب، هذا دم نحو برغوث لو طبق الثوب فلا يعفى عنه، بل يعفى حيث لا يعم الثوب، هكذا قال. فإذا المنقول المعتمد هكذا يعني كثر فحش لا بأس، لكن هنا قيد للعفو بغير فعله. فهذا الدم كيف خرج وأصاب جسده أو يعني بدنه أو مكانه أو ثوبه بغير فعله، لو أصابه بفعله فلا يعفى عنه الكثير. فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عثر نحو دمل أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل. فإذا هذا القيد بغير فعله ليس للعفو أصالة، بل هذا قيد للعفو عن الكثير. فإذا لو أصاب هذا الدم ثوبه أو مكانه أو بدنه بفعله فيعفى عن قليل نحو دم برغوث وقليل دم نحو دمل، كذلك قيحه صديده، فيعفى عن القليل سواء أصابه بفعله أو لم يصب بفعله، يعني القليل على الإطلاق.
فإذا هذا القيد بغير فعله يرجع إلى الغاية وإن كثر، لا يرجع إلى قوله يعفى، بل ما لو كان كثيرا يعفى متى لو كان بغير فعله، أما القليل يعفى عنه مطلقا فإن كثر بفعله قصدا، يعني ليس سهوا مثلا، يعني أو ليس جهلا، هذا صار بفعله لكن كان جاهلا يعني ناسيا الصلاة، مثلا رجل كان يصلي أثناءه هذا عشر دم له هكذا، فإذا بدون قصد، كأن قتل نحو برغوث أين في ثوبه، هذا كانت برغوثة يعني تسبح في ثوبه فإذا قتله في ثوبه، أو عشر دم دمل كان في جسده بدنه دمل عشر أثناء الصلاة، أو يعني حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا، براغيث مثلا، أو يعني دم دمل هكذا، أو دم جرح أو بق هكذا، وصلى فيه حمل وصلى فيه، هذا الحمل إما لبسا أو غير لبس أو غير اللبس، هذا الحمل بطريق غير اللبس، لماذا سيأتي أو زاد على ملبوسه عطفا على حال، فإذا يفهم من هذا العطف أن قوله حمل ثوبا فيه دم براغي غير اللبس، ليس على طريق اللبس بل على غير طريق اللبس حمل ثوبا، أما اللبس سيأتي حكم اللبس، ثم وصلى فيه أو فرشه، فرش هذا الثوب وصلى عليه، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل، فإذا زاد على ملبوسه لا لغرض معناه لبس ثوبا وهو لا يحتاج إليه لستر العورة هكذا، هذا الذي قال لا لغرض، الغرض ما هو التجمل، فإذا ليس في لبس هذا الثوب حاجة ستر العورة ولا حاجة التجمل أيضا، لا غرض التجمل أيضا، كالتجمل هذا تجمل مثال للغرض ليس مثالا لعدم الغرض، التجمل يعني من أغراض لبس الثوب، فإذا هكذا ليس له يعني شيء من الأغراض بل لبسه، فإذا هذا لبس، لذلك ذكرنا معنى قوله حمل ثوبا فيه دم براغيث، هذا الحمل ليس على طريق اللبس فلا يعفى إلا عن القليل على اللفح في التحقيق والمجموعي، هناك يعفى عن القليل، وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل، نحو الدمل، فإذا مقابل هذا الأصح يعني المذكور في التحقيق ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه التحقيق والمجموع، لكن هنا اختلف اختلاف بين كتب الإمام النووي رحمه الله، التحقيق والمجموع والروضة كلها مصنفات الإمام النووي رحمه الله، وإذا في التحقيق والمجموع أنه يعفى عن القليل على الأصح يعني عن القليل فقط، والذي يخالفه من القول ما يقتضيه كلام الروضة، ما هو العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عسر وإن عسر، فإذا هذا لو كان بفعله أيضا يعفى عن الكثير، هذا هو المقابل، وهذا في روضته نعم، لكن الراجح والأصح يعفى عن القليل فقط لا يعفى عن الكثير، هكذا لو اختلف كتاب الإمام النووي رحمه الله يقدم في الترجيح كتاب التحقيق، لو يعني كان لو كان اختلاف بين التحقيق والمجموع أو بين التحقيق والروضة، وهكذا لو كان يعني خلاف بين كتب الإمام النووي رحمه الله ف
فالراجح ما في التحقيق، يعني هذا آخر مصنفاته، هذا كتاب التحقيق لم يتم قبله، يعني هذا من أبواب الفقه، صنف في الأبواب البدائية فقط، هو ما وفق لإتمامه. على كل حال، عندما يختلف كتب إمام في حكم يرجح ويقدم آخر مصنفاته، هذا هو القاعدة. إذن بالنسبة إلى الإمام ابن حجر رحمه الله، لو كان هناك اختلاف بين تحفته وإمداده وهكذا، لو كان اختلاف فيقدم ويرجح ما في التحفة لأنه آخر مصنفاته. فإذا كان القول الرأي الذي يوجد في كتابه الأول، يعني في كتاب ليس هو آخر مصنفاته، كأنه منسوخ من رأيه، هو في حكم المنسوخ. نعم. وإن عسر واعتمده ابن النقيب والأذرعي رحمهما الله، يعني العفو عن الكثير إذن، سواء كان بفعله، فإذا عندهم الإطلاق، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان بفعله أو بغير فعله، يعفى عن هذه، يعني أما يبتلي به الناس من نحو دم دمل وكذلك من نحو دم برغوث، يعني فيه سهولة توصية. ثم ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل، هذا الذي ذكرت ونبهت أولا، فهذه المعفوات بالنسبة إلى بدن المصلي وثوبه ومكانه، وهذا لا يعفى بالنسبة إلى ماء قليل. فإذا دم نحو برغوث أصاب ماء وقع في ماء قليل، فالماء القليل تنجس، بعد ذلك لا يصح التوضؤ به أو الغسل به هكذا، فيتنجس به، يعني الماء القليل يتنجس به، يعني بما ذكر من نحو دم برغوث وبدم نحو دمل وقيهه وصديده هكذا. وإن قل، يعني لو كان قليلا جدا، ثم ولا أثر لملاقاة البدن، قليلا جدا يعني ما يدركه الطرف، يعني فيما مضى من باب الوضوء بينا لو كان النجس ما لا يدركه الطرف، باعتدال الطرف، يعني العين لا يدركه، مع اعتدال قوة إبصار العين، فيعفى عنه في الماء، هذا سابق. فإذا وإن قل، هذه القلة مقيدة بأن تدركه العين، ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا، ولا يكلف تنشيف البدن كعسره لعسره، ولا أثر لملاقاة البدن، يعني هذا في البدن هذا نجس، مثلا خرج من جرحه أو دمله دم أو قيح أو صديد، فهذا يعفى عنه في بدنه، لكن مع رطوبة في بدنه لو لبس قميصا ثوبا، فإذا يتلبس القميص إذا يصيبه الدم، وهناك هل يكلف تنشيف البدن وتجفيفه؟ لا يكلف، بل مع وجود رطوبة في بدنه يجوز له هذا الثوب، لبس الثوب، ثم لو تلبس هذا الثوب بهذه الرطوبة، بواسطة هذه الرطوبة بدم وقيح وصديد، يعفى عنه أيضا، هذا هو. ولا أثر لملاقاة البدن له، يعني ما ذكر كيف يلاقي رطبا، ثم ولا يكلف تنشيف البدن، يعني لئلا يصيب ما على بدنه من النجاسة ثوبه، لأجل ذلك لا يكلف تنشيف البدن وتجفيفه، لماذا؟ لعسره، هذا التكليف يكون فيه تضييق على الرجل على الشخص.
لذلك يعفى. يعني هذا أصل العفو أيضا لاعتبار العسر، هنا يعفى عنه لماذا؟ بسبب البلوى والابتلاء والعسر هكذا. فإذا ينبغي أن يعفى عن هذا أيضا لنفس العلة. ثم وعن قليل نحو دم غيره، الذي سبق يعني لو كان كثيرا أيضا يعفى لكن بغير فعله، ثم لو كان بفعله فهل يعفى عنه؟ فيه خلاف، وهنا يعفى عن قليل فقط، عن قليل نحو الدم غيره، غيره يعني غير المصلي، والذي سبق يعني دم الجرح وهذا كلها خرج من نفسه من بدن المصلي، وهذا ليس هذا الدم منه بل هذا من أجنبي، أجنبي إما يكون إنسان آخر أو يكون حيوان آخر، حيوان يعني مما له دم سائلة مثلا هرة، أو يدخل في هذا الغير حتى الكلب أيضا، غير يعني عام غير المصلي أيا كان، إما آدمي أو حيوان ولو كان كلبا وخنزيرا، لكن هو قيد هذا الغير بكونه غير مغلظ، يعني غير كلب وخنزير هكذا قيد دم. وعن قليل ناحب دم غيره، فهذا هنا ذكر الناحب دم، ماذا يدخل في هذا الناحب؟ القيح والصديد كما سبق، إذا ناحب الدم القيح والصديد، نحو البرغوث يعني سائر الحيوانات التي لا نفس لها سائلة هكذا. ثم أي غيره أي أجنبي، هذا الأجنبي مقيد بكونه غير مغلظ، فإذا لو كان من مغلظ لا يعفى عن القليل أيضا كما ذكر في شرح بافضل، ابن حجر رحمه الله ذكر في شرح بافضل. نعم. أما دم نحب الكلب فلا يعفى عنه وإن قل، لماذا؟ لغلل حكمه، يعني حكمه غليظ، من بين النجاسات حكم نجس الكلب والخنزير غليظ في الشريعة الإسلامية، لذلك لا يعفى عنه سواء قال قليلا جدا، ثم بخلاف كثيره، يعني الكثير لا يعفى عنه، هذا بالنسبة إلى نحو دم غيره. ومنه كما قال الأزرعي دم انفصل من بدنه ثم أصابه، فإذا من هذا الأجنبي دم الأجنبي، من جملة دم الأجنبي دم انفصل من بدنه ثم أصاب البدن، فهذا يعتبر أجنبيا، يعني في هذا لا يوجد ابتلاء، لا يوجد هناك البلوى والعسر، لذلك هو يعتبر من الأجنبي. في الحقيقة هذا دم ليس من الأجنبي بل هذا دم نفسه، مع أنه دم نفسه لا يعفى عنه، يعتبر من الأجنبي. لماذا؟ لأجل عدم هذه العلة، العلة يعني الابتلاء والبلوى، نعم العسر، ليس هناك مشقة للاعتراض عنه. ثم وعن قليل، ثم معفو آخر من النجاسة، وعن قليل نحو دم حيل ورعاف، يعني امرأة حالت في ثوب وبقي في ثوبها دم قليل، فيجوز لها أن تصلي في هذا الثوب، أو يعني أصاب بدنها فإذا يرفع عنه، أو يعني أصاب هذا الدم دم حيل أو رعاف في مكان صلاته فيرفع عنه لو كان قليلا، يعني هنا أيضا ومقيد بالقليل ناحب دم حيل ورعاف، فإذا هذا النحو كما سبق كالقيح والصديد هكذا. ثم كما في المجموع الرعاف، يعني هذا الدم الذي يخرج من أنفه، ويقاس بهما دم سائر المنافذ،
ذكر في المجموع هذين الدمين يعني دم حيل ورعاف أو كذلك يقاس بهما يعني بدم الحيل والرعاف دم سائر المنافذ دم سائر المنافذ مثلا خرج من أذنه أو خرج من ذكره فهكذا المنافذ يعني شاملة لكل منفذ يعني منفذ المثانة أو يعني الذكر أو الدبر هكذا جميع المنافذ لكن فهذا أيضا مقيد يعني بمنفذ غير معدن النجاسة هذا الذي يقول بعده إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط فإذا المنافذ شاملة يستثنى منه يعني القبول والدبر يعني في داخله معدن النجاسة لو كان يخرج دم من ذكره أو من قبله أو دبره ينظر هل هذا يخرج من معدن النجاسة أو هو يخرج من جرح في مجرى البول أو مجرى الغائط ينظر هكذا لو كان يخرج يعني من جرح في مجرى الغائط والبول فيعفى عنه لكن لو كان يخرج من معدن النجاسة يعني معدن البول أو معدن الغائط فلا يعفى عنه لماذا؟ لأنه مخلوط بأجنبي بنجس أجنبي لا يكون هناك الابتلاء والبلوى والمشقة لذلك من المنافذ هذا يعني مستثنى ليس المنفذ كله مستثنى بل أولا يعني منفذ منفذ النجاسة يعني البول والغائط ثم بعد ذلك ينبغي أن يتحقق أن هذا الدم خارج من معدن النجاسة فإذا يخرج الدم بسبب جرح مثلا لو كان هناك حجر البول يخرج بسبب جرح في داخل مجرى البول فقط الدم لم يخرج من معدن البول وهناك يعفى كمحل الغائط والمرجع في القلة والكثرة العفو فإذا فيما مضى يعني فرق المصنف بين القليل والكثير في بعض المعفوات يعفى عن القليل فقط وفي بعضها يعفى عن الكثير كيف يفرق بين القليل والكثير المرجع فيه العرفو فإذا لو كان في عرف الناس هذا الدم كثيرا لا يعفى عنه أو هذا الدم قليل فيعفى عنه هكذا ثم وما شك في كثرته له حكم القليل فإذا عندنا هذه القاعدة يجب لحكم التنجس التيقن وهنا حينما يشك لا يكون هناك تيقن بوجود النجاسة غير المعفو عنه فإذا لو شك هل هذا كثير أو قليل فله حكم القليل معناه يعفى عنه فإذا وهو يشك هل هذا النجس معفو عنه أو غير معفو عنه يعني هذا النجس هل بلغ إلى حد عدم العفو هذا هو شكه فالظاهر أنه لم يبلغ ولو تفرق النجس في محل ولو جمع كثرة كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما نعم لو تفرق النجسان في بدن إنسان هكذا أكثر من دمل أو دمل واحد لكن خرج منه الدم ثم أصاب أماكن من بدنه أو أماكن من ثوبه أو أماكن مختلفة متباينة من مكان صلاته ليس في مكان واحد لكن حينما يجمع يكون كثيرا بالنسبة إلى مكان 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 على حدة يكون قليلا لكن لو جمع هذا لو يعتبر مجموعا في مكان واحد يكون كثيرا في العرف فماذا حكمه هل له حكم القليل بسبب التفرق أو هل له حكم الكثير
بسبب أنه كثير عندما يجتمع في مكان واحد. فيه اختلاف للأئمة عند الإمام الحرمين رحمه الله له حكم القليل، أما عند الإمام المتولي والغزالي وغيرهما رحمهما الله تعالى له حكم الكثير، يعني لا يعفى عنه. كلمة الغزالي كيف يقرأ؟ بتشديد الزاي أو بتخفيفها؟ يعني الأئمة اختلفوا. يروى عن الإمام الغزالي عن نفسه، يحكى عنه أنه قال: لست غزاليا بل أنا من الغزال، هكذا يحكى عنه. يعني لو كان الغزالي قيل في حق هذه التسمية أو هذه النسبة أن كان والده يشتغل بتجارة الغزال لذلك صار غزاليا، وكذلك هناك قرية باسم الغزالة، هذا بتخفيف الزاي. إذن يحكى عنه أنه قال: ألست غزاليا بل من الغزالة. فالاحتياط أن نقرأ بالتخفيف باعتبار هذه الحكاية، نعم، المتولي والغزالي وغيرهما عند المتولي والغزالي وغيرهما. ورجحه بعضهم ويعفى عن دم نحو فخذ وحجم أو حجامة. كيف في نسختكم؟ حجم، نعم، هذا هو الحجامة. النحو دم فخذ وحجامة بمحلهما، لكن هذا يعفى في محلهما فقط، فإذا لو تجاوز هذا المحل لا يعفى عنه، وإن كثر لو كان كثيرا يعفى، لكن بقيد أن لا يتجاوز محلهما إلى مكان آخر. فإذا هذا المحل لا يكون صوبا ولا مكانا، بل معناه يعفى في بمحلهما، معناه نعم. ويعفى عن نحو عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما فقط. فإذا قيد بكونه في محله، كون هذا الدم في محلهما، فإذا لا يتصور هذا في ثوبه ولا في مكانه، يعني لا في ثوب المصلي ولا في مكان المصلي لا يتصور، بل هذا يتصور في بدنه فقط. ثم وإن كثر، لكن هذا يعفى عن الكثير في المحل، هكذا هو. فإذا يعفى عن القليل في غير محله، هذا فإذا بمحلهما هذا القيد بالنسبة إلى العفو عن كثرة دمهما. يعني فيما بعد هو قال: وإن كثر، حينما يكون هذا الدم دم الفخذ والهجامة لو كان كثيرا يعفى عنه أين؟ في محلهما. أما العفو عن قليل دمهما يعفى في محلهما وفي غير محلهما جميعا، هكذا يعني بالتحفة بمحلهما لا غير إلا عن قليل، هكذا يعني ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله. فإذا يعلم منه أن هذا قيد يعني بالنسبة إلى الكثير، إلى الكثير. نعم نعم، بمحله. أما في غير محله ما يعفى عن القليل والكثير جميعا. لا، عن القليل فقط، عن القليل فقط. لو كان في محلهما يعفى عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، أما في غير محلهما يعفى عن القليل، يعني قليلا فقط. وتصح صلاة من أدمى لثته أو من أدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتل ريقه فيها، يعني يعفى عن دم اللثة، هذا معفو آخر. رجل يصلي أو قبل صلاته
ادم يعني خرج الدم من لثته متى تصح صلاته قبل غسل الفم، يعني هو صلى بدون غسل فمه صلى، لكن لو لم يبتلع ريقه فيها في الصلاة، لو يبتلع ريقه في الصلاة فهو مفطر، يعني الريق لو اختلط بأجنبي فهو مفطر للصوم، ارتكاب المفطر في الصلاة يفسد الصلاة إليه، لأجل ذلك لذلك قيد إذا لم يبتلع ريقه فيها، يعني هذا الريق حينما يكون من في معدنه الذي بتلعه لا يفطر صومه، بل الذي اختلط بأجنبي مثلا هكذا، يعني دم اللثة أو يعني لون خيط هكذا، أو يعني لون حبر هكذا تغير بالحبر أو لون آخر، أو يعني مثلا تغير بالطعم شيء ثم يبتلع هذا الريق فيفطر صومه. فإذا ارتكاب المفطر في الصلاة يفسد الصلاة يبطل الصلاة، لذلك هذا قال إذا لم يبتلع ريقه فيها في الصلاة، لأن دم اللثة معفو بالنسبة للريق. يعني ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره، يعني دم الرعاف يعفى عنه، لكن هو قبل الصلاة رعف، يعني خرج منه دم الرعاف ثم يدوم هذا، يعني يتواصل، يعني لم ينقطع بل يستمر. فإن رجا انقطاعه، انقطاع هذا الدم عن قليل والوقت متسع ينتظره، لماذا؟ لأن يصلي بدون هذا الدم. ثم وإلا تحفظ، وإلا يعني وإن لم يرجو انقطاع هذا الدم أو يرجو انقطاعه والوقت ليس بمتسع، يعني سبق فيما مضى ذكر قيدين. فإذا لو إن عدم أحد هذين القيدين، إما لا يرجو انقطاعه أو رجا انقطاعه لكن والوقت ليس بمتسع، تحفل كالثلث، يتحفل يعني يحترز عن إصابة هذا الدم سائر بدنه وثوبه ومكانه، ماذا يحفظ؟ وهو يعني يدخل في أنفه القطن ونحوه، ثم لو يحتاج إلى إصابة وربط يربط هكذا، ثم لكسل في خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس، يعني بعض الأئمة زعم في هذا المكان أنه ينتظر وإن خرج الوقت أيضا ينتظر، يعني عند ضيق الوقت أيضا، يعني هؤلاء لم يقيدوا هذا الانتظار ب وسعة الوقت بتوسع الوقت، بل لو رجا انقطاعه ينتظر هكذا قالوا، لو لم يرجو انقطاعه فلا ينتظر هكذا قالوا، لم ينظر إلى وسعة الوقت توسع الوقت أو تضيق الوقت، لكن الراجح ينظر إليه أيضا. فإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس، يعني رجل عنده ثوب واحد متنجس أو ثوبان أو أكثر كلها متنجس، فإذا ضاق وقت الصلاة إليه فهل يصلي عريانا أو هل يصلي لابسا هذا الثوب المتنجس، أو هو يغسل هذا الثوب ثم يصلي لابسا الثوب المتطهر الذي أزيل منه النجاسة؟ فإذا يجب عليه، لو كان يمكن الغسل يجب عليه الغسل ثم يصلي. فإذا ممكن لاق الوقت، فإذا لو خرج الوقت أيضا يغسل ثوبه ثم يصلي فيه، هكذا تؤخر الصلاة لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج، يعني وإن خرج الوقت أيضا تؤخر. وهؤلاء الأئمة نظر بين هاتين المسألتين، لكن عند الفريق الأول الطائفة الأولى ليس هذا نظيرا صحيحا، بل بينهما فرق، فهذا الفرق يقاس،
ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من نصله فلزمته بخلافه في مسألتها. يعني لو كان ثوب متنجسا حينما يغسل وهو يزيل النجس من نصله يقينا، أما عند الرعاف وهو يرجو انقطاعه فقط، الرجاء لا يلزم الانقطاع حقيقة، ممكن ينقطع أو لا ينقطع، فإذا ليس عنده يقين بإزالة النجاسة من نصله، بل هذا الرجاء فقط، المجرد الرجاء، هكذا فرق بينهما. لذلك لأجل غسل الثوب المتنجس يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت، لأجل رجاء انقطاع دم الرعاف لا يؤخر الصلاة، بل هو يصلي في الوقت، لأن هذا الدم يعفى عنه كما سبقنا. وعن قليل الطين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلل للمشقة ما لم تبق عينها متميزة. ثم أني معفو آخر، هذا عين في الطريق. وعن قليل الطين، طين يعني هذا التراب المخلوط بالماء، فهذا الطين يعني التراب الرطب، وهذا الطين يعفى عن قليله. أين هذا الطين؟ محل مرور، محل المرور يعني إما يكون شارئا معدا أو هذا مكان فقط هو يعني يمر منه، ليس هذا طريقا، بل هو مر بهذا المكان فقط، فإذا يكون محل المرور لأجل التعميم، تعميم الشارع وغيره، قال محل مرور. ثم متيقن نجاسته، هذا محل المرور، الرجل الذي مر به تيقن نجاسته، إما رأى هرة بالت فيه أو صبيا بال فيه، هكذا مكان المرور. نعم، ثم مكان المرور يعني ليس كل مكان، بل يعني وهو معد للمرور، سواء كان شاريا أو غيره، يمر به كل الناس أو هذا رجل فقط، بل ينبغي أن يكون هذا المحل معدا للمرور، هذا معنى قوله محل مرور. ثم فإذا لو مر اتفاقا بمكان هذا لا يعتبر، ينبغي أن يكون هذا معد للمرور. ثم متيقن نجاسته ولو بمغلظ، فإذا هكذا تيقن نجاسته، كيف؟ إما رأى صبيا يبول فيه هكذا، ثم ولو بمغلظ، أو يعني هو رأى هرة ماتت هناك، أو يعني فأرة ميتة فأرة، هكذا يعني أحوال، ولو بمغلظ، ممكن هذا النجاسة بأي شيء، بمغلظ يعني بكلب أو يعني بخنزير مثلا، سبقه أم مر بهذا المكان كلب، هو كان ينظر هذا بهذا المحل، محل المرور مر كلب أمامه، فإذا هو هناك تنجس بمروره هكذا، فإذا يعفى عنه. لماذا؟ للمشقة، هنا يوجد المشقة، لكن هذا يعفى عن قليل هذا الطين بقيد، ما هذا القيد؟ ما لم تبق عينها متميزة، أي نجاسة كانت، من المغلل أو من غير المغلل، من إنسان أو غير إنسان، أيا كان، لو تبقى عين النجاسة متميزة، متميزة يعني يميزه في الإدراك، يعني العين تميز بين التراب وبين هذه النجاسة، هكذا متميزة، يعني ليست النجاسة مختلطة بالتراب حتى لا يميز بينهما، في هذه الحالة يعفى، لو كانت باقية متميزة فلا يعفى عنه. فإذا لو كان كثيرا لا يعفى، كذلك لو بقيت عين النجاسة متميزة لا يعفى عنه، وهكذا صورة. ثم لو لم يكن هذا المكان معدا للمرور أيضا لا يعفى عنه. ثم
وأين يعفى هذا؟ هل يجب إصابته من نفس المكان يعني محل المرور؟ أو مثلا هذا أصاب من هذا المحل رجلا ثم من ذلك الرجل أصاب رجلا آخر، أو يعني انتقل من هذا المحل إلى محل آخر أصاب من هذا المحل الثاني جسده، مثلا يعني رجل وطئ هذا الطين ثم بعده هو مشى إلى مكان آخر، فإذا وطئه رجل ثاني هذا المكان ليس المحل الأول، هكذا أصاب يعني بواسطة، هل يرفع عنه؟ نعم يرفع عنه. من أي مكان أصاب؟ ينظر هل هذا الطين من أين؟ هل استوفى هذه الشروط للعفو؟ يعني هذا الطين من محل مرور ثم لم تبقى عينها متميزة، هذا هو الذي ينظر إليه. هناك كتب الترشيح في قليوبي، نعم في حاشية المحل، سواء أصابه الطين المذكور من شارع أو من شخص أصابه. فإذا أولا أصابه شخص ثم من هذا الشخص أصاب الرجل الثاني، يعفى عنه يعني الرجل الثاني، أو من محل انتقل إليه من هذا الشارع ومحل المرور انتقل إلى محل آخر وذلك المحل ليس محل المرور، ثم من ذلك المحل أصاب فلا بأس يعفى عنه، ولو من نحو كلب انتفض مثلا، هذا ولو من نحو كلب انتفض يعني هذا المحل الذي انتقل إليه، يعني مثلا هذا كلب رقد في هذا الطين أولا ثم هو قام من هذا المحل ذهب إلى مكان آخر نفض جسده، فإذا هذا الطين أصاب مكانا آخر ثم من ذلك المكان يعني أصاب إنسانا، أو وقت النفض أصاب جسد إنسان مباشرة في هذه الصور كلها يعفى عنه، كما مال إليه شيخنا آخرا عندها قليوبنا. ثم ولو بمغلظ أو محله، لا ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن، لكن هذا العفو يختلف. كيف يختلف؟ بالوقت يختلف، يعني هذا الطين ذكرنا للمشقة، متى تكون المشقة؟ المشقة يعني لو كان هذا الوقت وقت الصيف يكون جميع الشوارع جافة، في هذا الوقت لا يعفى عنه، لماذا؟ لا يوجد مشقة. وكذلك ومحله، أيضا محله من الثوب والبدن، فإذا هذا الطين عادة يصيب في أسفل الثوب، فإذا لو أصاب في أعلى الثوب أو في رأسه لا يعفى عنه، لماذا؟ لا يوجد هناك مشقة، لعدم مشقة الاحتراز عنه، هكذا. لذلك قال يختلف ومحله في الثوب والبدن ومحله، يعني يختلف ذلك بالوقت وبمحله في من الثوب والبدن. وإن تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها، هذا محترز قوله ما لم تبقى عينها متميزة. فإذا لو تعين معناه لو بقي عين النجاسة، تعين عين النجاسة يعني لو بقي عين النجاسة، أين في الطريق يوجد عينه، مثلا هكذا هرة ماتت ثم مر عليها يعني السيارات، مرت على ميتة هذه الهرة أو الكلبة يعني سيارات، بقي يعني ميتتها ثم أصاب منه يعني جسد إنسان أو ثوب إنسان، هكذا لا يعفى عنه، لماذا؟ هذا عين النجاسة باقية بالطريق.
ولو مواطئ كلب هذا الطريق ممكن أن يكون موطئ كلب يعني مكان مرور الكلب الكلب يمر في هذا الطريق عادة ومع ذلك مثلا هذا الكلب يبول هناك أو يتغوط هناك يروض هناك وبقي هذا البول أو هذا الغائط لا يعفى عنه فلا يعفى عنها بسبب يعني بقاء النجاسة هذا هو معنى يعني هناك لصاحب الحواشي شبهة لكن هذا بدون شبهة معنى العبارة كما بينت يعني ما لم تبقى عينها متميزة ثم قال بين معترضه وإن تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب هذا غاية لزيادة المشقة يعني لو كان هذا المكان يعني هذا محل المرور موطئ كلب أيضا الكلب يتكرر مروره بهذا المكان فإذا يوجد هناك مشقة مع بقاء عين النجاسة لكن لا يعفى عنه ليس معناه أن واطئ أنا أنا لعدم المشقة لا يعفى عنه يعني بين أولا هذا العفو بقيد ما لم تبقى عينها متميزة فهم منه أن النجاسة باقية يعني عين النجاسة لو بقي لا يعفى عنه هذا الذي صرح فيما بعد بقوله وإن تعين عين النجاسة في الطريق فلا يعفى عنه عنها ومع ذلك هو أتى يعني غاية ولو مواطئ كلب يعني هناك احتمال كثير لبقاء عين النجاسة الكلب يعني يلقي بوله أو غايته في الطريق هكذا فإذا لو بقي هناك أيضا بسبب مع وجود زيادة المشقة أيضا لا يعفى عنه هذا الذي قال فإذا لو كان هذا النجس مختلطا بالطين فيعفى عن الطين فقط لا يعفى عن عين النجاسة لماذا بقاء عين النجاسة في الطريق قليل يمكن الاعتراض عنه أما مع اختلاطه بالطين يكون كثيرا ويزيد المشقة وهذا الذي يعتبر في العفو فلا يعفى عنها وإن عمت الطريق على الطريق على اللوجه هذه عين النجاسة باقية وعمت الطريق جميعا لا يعفى عنها بحيث يشق المشي في غير محلها هكذا ما معنى عمت الطريق يعني ليس للمرء لعدم العفو يعني هذا بقية عين النجاسة في موطئ كلب هل يعفى عنه لا يعفى عنه هذا معنى قوله عدم العفو ثم وإن عمت الطريق هذا يعني غاية ثانية لعدم العفو وإن عمت الطريق ما معنى عموم الطريق عمت النجاسة هذا الطريق عمت يعني عمت عين النجاسة باقية الطريق بحيث يشق المشي في غير محلها يعني ليس له مكان للمرور بدون الوطئ على هذه النجاسة ليس هناك فلا يعفى عنه لماذا هذا عموم الطريق على هذه الصورة نادر لأجل ذلك فإذا لا يوجد المشقة المشقة يعني عندما يتكرر وهذا لا يتكرر غالبا وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي ورؤوس الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر بالعفو عندما شقت الاحتراز ثم هذه الصورة يعني صورة عدم العفو بسبب شمول العبارة المالية هذه الصورة يعني لو بقيت عين النجاسة لا يعفى عنه هذا الذي قال أولا لكن هناك فتوى في هذه الصورة لشيخه ابن حجر رحمه الله في طريق يعني محل المرور لا طين بها بل ممكن يكون هذا صلبا الطريق يعني مطلي بالقاري أو بالسيمينت هكذا
لا يكون هناك طين بل هذا يعني صلب بل فيها وكذلك ومع هذا في الطريق يوجد قدر الآدمي يعني هذا روس الآدمي بوله هكذا أو روس الكلاب يوجد أو روس البهائم يوجد وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة عند مشقة الاهتراب أصابها المطر ثم بعد ذلك أصاب هذا القذر والروس والبهائم المطر ثم بواسطة هذا ماء المطر أصاب بدن إنسان أو ثوبه هكذا هل يعفى عنه لا أو لا يعفى عنه كما يقتضي البيان الماضي أن هذا لا يعفى عنه لماذا؟ هذا عين النجاسة لكن هنا في هذه الصورة للشيخ ابن حجر رحمه الله فتوى أنه يعفى عنه لماذا؟ عند مشقة الاحتراز وقت المطر يعني هناك مشقة وقت المطر مشقة فإذا وهذا كأنه مستثنى مما سبق إذن ينبغي أن يكون هذا في وقت المطر فقط أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز هكذا فعلنا قاعدة مهمة وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان ثم هذا قاعدة بعد بيان هذه القاعدة المصنف يذكر أمثلة ما هذه القاعدة وهي أن ما أصله الطهارة يعني شيء أصله طاهر وغلب يعني كل شيء في الأصالة طاهر إلا ما تيقن نجاسته فإذا هكذا شيء وغلب على الظن تنجسه لكن يغلب على الظن أن ظنه تنجسه لماذا؟ لغلبة النجاسة في مثله لهذا السبب غلب على ظنه النجاسة هذا الشيء يعني هذا عندي شيء أي شيء كان من مطعوم طعام أو ثوب أو آلة أي شيء كان أو دواء ثم أفراد هذا النوع غالبا يصنع من النجاسة مع النجاسة وعندي فرد من أفراد هذا الشيء لكن بسبب غلبة النجاسة في مثله يعني في أفراد نوعه غالب الظن أن هذا أيضا متنجس فيه أيضا نجاسة يعني لم أتيقن أن فيه النجاسة بل مثله يصنع أو أفراد نوعه يصنع مع النجاسة لذلك يغلب على ظني أن هذا شيء أيضا متنجس أو نجس هكذا قولان فإذا هذا الشيء هل هو طاهر أو نجس فيه قولان ما أصله فيه قولان هكذا فيه الضمير يرجع إلى قوله ما أن ما فيه قولان معروفان عند الأئمة أحدهما معروف بقول الأصل والآخر معروف بقول الظاهر أو قول الغالب فإذا هذا كما قلت أمس في بعض الأحيان أو في بعض الأمور يتعارض الأصل والظاهر إما يقال الظاهر أو يقال الغالب كلاهما واحد يتعارضان لو تعارضا ماذا هو الراجح في بعض الأحيان يرجح الأصل في بعض الأحيان يرجح الظاهر كما قلت بينه الإمام السبكي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر هذه الصورة ثم أرجحهما هكذا قولان ما هو الراجح في هذه الصورة أنه طاهر يعني قول الأصل هو الراجح هنا طاهر لماذا عملا بالأصل المتيقن الأصل يعني عندي لم يتيقن نجاسة هذا الشيء بل أظن أن هذا نجس لماذا لأن الغالب في مثله النجس فقط
نجازا الغالب في مثله النجس لذلك أظن النجاسة فيه لكن الذي تيقن عندي أنه طاهر لأنه ألبط يعني هذا الأصل هو أكثر لبطا مما من الغالب لماذا كان هذا الأصل المتيقن أكثر لبطا لأن في الغالب الاختلاف الغالب يختلف كيف بالأحوال والأزمان ممكن وهذا الشيء يضاف إليه نجس في بعض الأحوال فقط أو في بعض الأزمان فقط أو في بعض البلاد فقط نعم هكذا يوجد يعني بعض الأطعمة التي تصنع في المخابز يعني مخبز يصنع هناك بعض الأطعمة مثلا كعك وغيره نوع واحد نفسه يصنع بلم بعض الكحولات يعني بعض المخدرات والمسكرات نفس النوع يصنع في بعض المخابز بدون إضافة هذه المسكرات هذا الذي قال مثالا فإذن الأصل متيقن لكن بسبب غلبة النجاسة في مثله أظن النجاسة فإذن نحكم عليه بأنه طاهر ليس بنجس نظرا بالأصل ثم وذلك ثم يذكر مثالا وذلك كثياب خمار وحائل وصبيان خمار من يصنع الخمر فإذا يكون ثوبه متنجسا غالبا لكن هذا عندي ثوبه ممكن هو تطخر بعد إصابة يده وجسده الخمر ممكن غسل هذا الثوب غالبا يعني أو يعني غالبا هكذا يصيب ثوبه الخمر والنجس لكن يحتمل أن هذا الثوب لم يصيبه شيء من الخمر يعني أثناء مباشرته بالخمور لم يلبس هذا الثوب هكذا ما مثلا يعني رجل له صديق فإذا هذا الصديق يعني يباشر بأمور الخمر صناعته كذا كذا فإذا هذا الرجل الأول مثلا يحتاج إلى ثوب هذا الخمار لأجل صلاة أو يعني نعم لصلاة أو مثله فإذا أخذ الثوب لم يتيقن في هذا الثوب إصابة الخمر والنجس فإذا يجوز له أن يصلي فيه لماذا؟ ممكن أنه لم يصب هذا الثوب شيء من الخمر أثناء استعماله هذا إمكان احتمال أو لم يلبس هذا الثوب أثناء اشتغاله وممارسته بأمور الخمر هكذا لأجل ذلك نظرا إلى الأصل يجوز له كذلك حائل ثياب حائل لا يصيبه الدم غالبا ومع ذلك يمكن لا يصيب هذا الثوب شيء من دمها هكذا أو الصبيان هم لا يتنزهون من البول وغيره من النجاسة فإذا يجوز يعني أن يأخذ أو يلبس ثوب الصبيان ثم يصلي فيه لرجل باعتبار طهارته هكذا وأواني متدينين بالنجاسة كذلك أواني هم متدينون بالنجاسة متدينون يعني عندهم تدين يعني أعمال هذا أهل دين عندهم أعمال يعتبرونها عبادة لكن يؤدون هذه الأعمال المعتقدة فيها العبادة التعبد بالنجاسة مثلا في الهندي طائفة وهم عندهم يعتقدون أو يقدسون بول البقر ثم وهم يستعملون هذا البول في ثيابهم وكذلك في بدنهم وكذلك في بيوتهم يستعملون هذا بول البقر فهكذا يعني أقوام متدينون بالنجاسة فإذا هل يجوز لنا استعمال أوانيهم باعتبار طهارتها
غالب احوالهم انهم يتدينون بالنجاسة. نعم هذا يجوز. لو لم يتيقن نجاسة هذه اللواني أن تعتبر هذه اللواني طاهرة. نعم. وورق يغلب نثره على نجس. هذا مثال آخر. ورق يغلب نثره يعني متاعه على نجس. فإذا هذا شجرة تحت هذه الشجرة هذا روس البهائم كثيرة. الورق يسقط على هذا الروس غالبا، لكن رجل أخذ ورثا لا يرى فيه شيء من آثار النجاسة فيعتبر هذا طاهر نظرا إلى الأصل. ولعاب صبي، فكذلك لعاب الصبي يعني الصبي يكون مبتلى بالقيء. نعم هكذا يتنجس فمه. فإذا لو سال لعابه نحكم عليه بالطهارة لا نحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ ممكن قاء هذا الولد هذا الصبي ثم شرب الماء فإذا تطهر فمه، ثم جاء بعد ذلك هذا اللعاب، هكذا احتمال. غالبا يكون صبي هذا الفم متنجسا، لكن في هذه المرة لم يتيقن هكذا. وكذلك شيء يعني جوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير. هذا الجوخ يعني هو نسيج ينسج، نعم ثوب من المنسوجات، نوع من المنسوجات. اشتهر عمله بشحم الخنزير يعني لاجل النسج يستعمل شحم الخنزير، هكذا يشتهر بين الناس. وما هذا الاشتهار او يعني تحقق هذا استعمال شحم الخنزير في نسج الجوخ غالبا. مع ذلك هذا الجوخ يمكن ان لا يستعمل فيه شحم الخنزير، نعم هكذا. وكذلك مثال اخر، وجبن شامي اشتهر عمله بإنفخة الخنزير. هذا جبن شامي او غير شامي ايا كان، الشامي ليس قيدا، لكن فيه اشتهر هذا العمل في قديم الزمان، لذلك ذكر هذا مثالا. ونسب الجبن الى الشام، الا في هذه الازمان ممكن اشتهر صنع بعض الأطعمة بالكهول، وكذلك بلحم الخنزير شحم الخنزير. هذا شحم الخنزير يصنع منه الزيت، ثم هذا الزيت يضاف في الأطعمة أو يعني يقلى فيه الأطعمة هكذا. النصارى يفعلون كثيرا، وعندهم هذا لحم الخنزير جائز. جائز يعني ليس في شريعتهم، بل يعني في عادتهم هذا جائز وهم يستعملون. أو يقال أن يعني شحم الخنزير أكثر لذة من بالنسبة إلى سائر شحم سائر الحيوانات البقري والشاة هكذا. فإذا هم يستعملون كثيرا هكذا. لو اشتهر طعام ف هذا الفرد الذي وجد رجل لم يتيقن فيه هذا العمل يحكم بالطهارة لا ينظر إلى غالب أمثاله. ثم هكذا قاعدة ذكر القاعدة ثم ذكر أمثلة. وماذا دليله؟ وهو يذكر دليله دليلا لهذه القاعدة. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك. جاءه صلى الله عليه وسلم يعني رجل أتى بجبنة من عندهم يعني من أهل الشام، فمع هذا الاشتهار يعني أن جبنة أن الجبنة من الشام يعمل يصنع يطبخ بإنفخة الخنزير هكذا مشهور. مع شهرة هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جيء بجبنة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أكل منه لم يستفسر عن حاله، هل هذا مصنوع من ينفخة الخنزير أو لا، هكذا لم يستفسر بل أكل منه. وهذا دليل على
أو تأييد لهذا الأصل ذكره شيخنا في شرح المنهاج. لكن هناك بعض استشكل في هذا الاستدلال. لماذا؟ في الاستدلال بهذا الشيء لاحتمال أن أكله منه لطهارة الخنزير، إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته. ثم يعني بعض استشكل هذا الاستدلال، لماذا أكل؟ ممكن أن الخنزير طاهر ليس بنجس، ليس هناك نص صريح صريح بنجاسة عين الخنزير. عين الخنزير بل يعني بل شيخ هو هذا الاستشكال يشير كأن عندنا خلاف في نجاسة الخنزير. ليس خلاف، بل يعني هل هناك نص صريح يدل على نجاسة الخنزير أو لا؟ هم قالوا ليس نص صريح، بل هناك قوله تعالى يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. علماء استنبطوا من هذا نجاسة الخنزير فقط، ليس هذا صريحا في أو ليس هذا نصا في نجاسة الخنزير. هناك قال حرم لحم الخنزير فقط، حرم لحم الخنزير استنبط. فهذا يعني اتفاق بين الحنفية والشافعية. هنا استشكال، يعني ليس هناك نص صريح في نجاسة الخنزير، بل هذا تحريم لحمه في القرآن. اختلف الشافعية والحنفية في نجاسة الكلب، وكذلك سبق أن بينا عند الإمام مالك وغيره هكذا الكلب ليس بنجس. عند الحنفية أيضا هكذا ليس بعين النجس الكلب، لكن عند الشافعية هو نجس. هذا نجاسته مستنبطة من تغليل غسله، يجب لو غلغ القلب يعني يجب غسل 7 مرات. من هذا التغليل استنبطت نجاسته، كذلك من تحريم اللحم في لحم الخنزير في القرآن استنبطت نجاسة الخنزير، ليس هناك نص صريح. فإذا هذا احتمال باقي، ممكن هذا لطهارته أي خنزير طاهر، ومع ذلك يجوز يعني تحريم أكل اللحم لحم الخنزير. فهكذا احتمال. ثم احتمال آخر للاستشكال، ممكن هذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجملة المأتية من الشام ليس فيها يعني إنفحة الخنزير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كما علم السم في الطعام، خلط سم وقدم هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما أخذ شيئا من هذا الطعام تكلم الطعام وقال أنا مسموم، بهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم سم الطعام. كذلك ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بطريقة مما بوحي أنه يعني بسبب علمه بالغيب، ماذا علم؟ أن هذه الجملة المأتية من الشام ليس فيها استعمال إنفخة الخنزير. هكذا يعني احتمالات. ومع هذه الاحتمالات الظاهر ما هو يدل على قاعدتنا، هكذا استدل. هناك استشكال باق، ومع ذلك الظاهر يدل على أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل طهارة هذه الجبنة أصالة تدل على هذه القاعدة. نعم، ثم ذكره شيخنا في شرح المنهاج. نعم، ثم ويعفى عن محل استجماره. ويعفى عن محل استجماره،
هذا مفعول آخر يعرف عن ما هي الاستجمار. استجمار يعني استنجاء بالحجر. وعن ونيم ذباب وبول. استجمار يعني استنجاء بالحجر أو ما يقوم مقامه. سيأتي هذا في باب الاستنجاء بأي شيء يجوز الاستنجاء. ثم وعن ونيم ذباب وبول وبولي وراوس خفاش في المكان. ونيم يعني راوس الذباب، كذلك بوله أيضا بول الذباب أو راوس الذباب يرفع عنه، وكذلك بول راوس خفاش في المكان. أين العفو عن هذه الأشياء يعني في المكان. وكذا الثوب والبدن فإن كثرت في المكان، وكذلك في الثوب والبدن. رأس الخفاش يعني يزيد تزيد إصابته المكان، لذلك قال أولا في المكان ثم أولهك بالمكان الثوب والبدن جميعا. وإن كثرت ليعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من زرق سائر الطيور في المكان. هذا خفاش طائر، وكذلك زرق سائر الطيور يعني رأس سائر الطيور أيضا يعفى عنها في المكان إذا عمت البلوى به. لكن هنا قيد ينبغي أن يجف. أما في رأس الخفاش سواء كان رطبا أو يابسا هكذا لا يحتاج إلى أن يجف. هناك كتب في التحفة رأس خفاش رطبها ويابسها، هناك تعميم. أما في زرق سائر الطيور يعفى عما جف فقط لو كان رطبا، مثلا هذا غراب أو يعني حمام هكذا طيور تلقي يعني رأسها أنا في المساجد كذا كذا، فإذا لو كان رطبا لا يعفى عنه، بل لو كان يابسا يعفى عنه. ثم إذا ومع ذلك إذا عمت البلوى به. وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا. هذا زرق الطيور سائر الطيور أولا قال في المكان فقط، أما في غير المكان الظاهر كلام قضية كلام المجموع كلام المجموع يقتضي العفو في الثوب والبدن أيضا، يعني كما يعفى في المكان يعفى في الثوب والبدن جميعا. مرحبا أخ أويس، ماذا سأل؟ نعم هذا هو طائر. الخفاش دائما يعني هو يأتي هكذا يتعلق في الأماكن في المصباح كذا كذا في المساجد، يعني ليلا هو يأتي كثيرا ثم يتعلق بسبب عادته. ذكر يعني خفاش يبتلي به الناس، لا يمكن احتراز المساجد وغيرها بدون الإغلاق المضبوط. ممكن هنا يمكن يعني في هذا البلد يكون جميع المساجد مغلق بالضبط حاليا بسبب هذه البرودة، اتقاء للبرودة يكون هكذا. ما في جميع بلاد المسلمين ليس كذلك، يكون يعني مساجد مفتوحة في الليل أيضا، أو لا يكون يعني إحكامه النوافذ أو يعني الأبواب هكذا. فإذا هذا خفاش يدخل في الليل ثم بعد ذلك هذا عادته أن يتعلق بمكان، لا يجلس كما يجلس سائر الطيور يعني الغراب والحمام وهكذا، بل يتعلق بشيء ثم بعد ذلك يبول كذا كذا. فإذا المشقة فيه كثير، لذلك خصصه بالذكر. ثم بعد ذلك ذكر حكم زرق سائر الطيور في المكان الثوب والبدن يعفان إذا عمت البلوى.
وقلية كلام المجموع العفو عنه في الصوب والبدن أيضا ولا يعفى عن بعير الفائر ولو يابسا على الوجه لا يعفى عن بعير الفائر ولو يابسا على الوجه ذكرنا يعني هذا بعير الفائرة معفو في الماء الفائرة تلقي بعرها في أنا في هياض الأخلية هناك يعفى لكن في المكان لا يعفى عنه لماذا؟ بسبب عدم المشقة الكثيرة مثل مشقة الخفاش وهذه المشقة توجد كثيرا في الماء أما في المكان لا يوجد مثل ما يوجد يعني مشقة بالنسبة إلى زرق الطيور لذلك هنا لا يعفى عنه ولو يابسا لا يعفى عنه على الوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد رحمه الله كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به أيضا كعمومها في زرق الطيور يعني عموم العفو كعموم البلوى في زرق الطيور كذلك لو عمت يعني زرق الطيور يعفى عنه متى إذا عمت البلوى كذلك لو عمت البلوى يعني البلوى توجد مثل ما توجد في زرق الطيور لو عمت أين في بعير الفأرة يعفى عنه أيضا ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنبذه نجس أو مذكى وصل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك لم يوصل باطنه أو بايلة مذرة في باطنها دم ولا صلاة قابل طرف طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته في هذا هنا المصنف يبين بعض الأشياء لا يعفى عنها الذي سبق يعني المعفوات وهنا أشياء لا يعفى عنها مثلا لا تصح صلاة من حمل مستجمرا يعني مصلي يحمل رجلا آخر إنسانا آخر مثلا صبيا أو صبية وماذا فعل استجمر فقط فإذا لا تصح صلاته كذلك يعني الحمل يكون غالبا في الطواف عند الطواف الطواف يشترط هذا الطهارة عن النجاسة هكذا لو حمل إنسان إنسانا آخر هو مستجمر هكذا صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا حمل حيوانا بمنفذه نجس مثلا رجل حمل هرة هكذا أو حماما يصلي لكن بمنفذه نجس لا يعفى ثم لكن ذكرنا يعني أن يعفى عن هذا النجس الذي يوجد في منفذه في الماء ذكرنا سابقا مثلا هرة في منفذه نجس مما خرج من منفذه ثم وقعت في ماء قليل يعفى عن هذا سبقا بينا أما هنا بالنسبة إلى المصلي في حمله ليس مشقة لأجل ذلك لا يعفى عنه بمنفذه أو مذكى يعني حيوان وهو مذكى غسل مذبحه مذكى أو مذكي لا ذكى يذكى مذكى نعم نعم نعم, نعم. مذكى نعم غسل مذبحه دون جوفه فإذا مثلا دجاج مذكى غسل فإذا هو يحمل يعني في داخله لم ينق داخله ولم يغسل دجاج مذبوح فإذا ما في داخله باق أو يعني نعم هذا مذكى هكذا مثال أو ميتا طاهرا هو ما حمل ميتا طاهرا كآدمي وسمك حمل فإذا هذا رجل يصلي وهو يحمل في يده كيسا من السمك فإذا هذا سمك يعني ميت طاهر لكن في داخله نجس لم يغسل باطنه يعني في داخله نجس يوجد لا يصح صلاته
يعني هذه الأمور هذه الحالات ليس فيها نائب التلاوة، ليس فيها بلوى، لأجل ذلك لا يعفى عنه، لذلك لا تصيب صلاته. أو بيلة مذرة، بيلة يعني حمل بيلة، مذرة معناه في باطنها دم، يعني فسدت هذه البيلة، فسدت في باطنها يعني دم، لا يصير صلاته. ولا صلاة قابل طرف متصل بنجس، كذلك لا تصيح صلاة قابل طرف، هو قبل طرف حبل أو شيء آخر، وهذا الشيء متصل بنجس، ثم وإن لم يتحرك بحركته، فهذا قابل كأنه حمله، فلو جعله تحت رجله فلا بأس. يعني رجل يصلي بسجادة وطرف هذه السجادة فيه نجاسة أو متنجس، أو رجل يعني يصلي في حصير، فإذا جاء ولد ثم بال في هذا الحصير، فإذا الحصير تحت قدمه ليس مقبولا، فإذا هكذا ثوب أثناء صلاته لو رفعه بيده بطلت صلاته. هكذا مثلا هكذا نجاسة بال صبي، فإذا ماذا فعل؟ وأراد أن ينحي قليلا، لأجل ذلك أثناء صلاته رفع هذا الشيء، فإذا يبطل صلاته. لماذا؟ ليس هناك ضرورة، صلاة قابل طرف متصل بنجس، وإن لم يتحرك بحركته. نعم فرغ، هكذا فرغ من المعفوات. ثم سبقا بينت أمسي يعني أن الكحول هو نجس بجميع أنواعه ومسكر بجميع أنواعه. ثم في هذه الأيام فكذلك بعض الأشياء التي يبتلي الإنسان باستعمالها، مثلا بعض الأدوية، فكذلك بعض يعني مبيدات الحشرات، فكذلك متطيبات الهواء، فهكذا أشياء كثيرة تستعمل فيها. فإذا أعتقد أظن أن هذا يعفى عنه لو عمت البلوى به، مثلا في هذه الأيام يعني دواء يستعمل في الكف لأجل بكتيريا فيروس كذا كذا، فإذا لو حينما يدخل رجل المسجد يجب أن يستعمل هذا ثم يدخل المسجد، فإذا لا يمكن له غسل اليد قبل الصلاة، فماذا يعمل؟ لا، فإذا يعني يعفى عنه بسبب عامة عموم البلوى، هذا الذي أعتقد في حقه. لذلك لو وجد وسعة للغسل هو يغسل، معناه لو لم تعم البلوى فلا يعفى، لو عمت البلوى فهو معفو عنه. يعني هذه الأمثلة كلها أمثلة للعفو عندما يعم البلوى، عندما تجد المشقة والضرورة. فإذا يمكن في بعض الأحيان هذه الأدوية أو أشياء استعمل فيها هذا الكحول ينبغي أن يعفى عنه، لكن لا نقول يعفى عنه مطلقا سواء قليلا أو كثيرا باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات، هكذا لا نقول، بل يمكن أن يقال لو عمت البلوى يعفى عنه قياسا على هذه المعفوات. ثم فرع، لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه، يعني الرجل يصلي وفي ثوبه نجس وهذا النجس غير معفو عنه، فإذا لزمه إعلامه، يعني الرائي يجب عليه إعلام المصلي. لماذا؟ ممكن هو لم يعلم، بدون علمه هو يصلي فتكون صلاته فاسدة وحرام، لأنه
أن يشتغل بعبادة فاسدة لذلك صلاته حرام يجب على الرأي إعلامه بطريق يعني الأمر بالمعروف ثم وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده ليس يعني ذكر هنا مسألة النجاسة ثم استطرد قائلا أن يبين وجوب لزوم التعليم كل خلل في عبادة رجل رأى رجلا آخر شخصا آخر رجلا أو امرأة رأت امرأة أخرى هي ماذا تفعل تخل بواجب عبادة مثلا هي تصلي بدون إحكام ستر العورة مثلا يظهر من شعرها شيء في صلاته هكذا شعر المرأة هكذا إخلال بواجب عبادة إما صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو أي شيء كان بواجب عبادة في رأيه لكن متى يجب تعليمه وإعلامه لو كان هذا الإخلال بالواجب في رأي مقلده في رأي مقلد هذا المخل يعني لو كان هذا المخل الذي يخل بواجب عبادة هو حنفي وهذا الرأي شافعي فإذا لا يجب عليه تعليم الواجب عند سادة الشافعية وإعلامه به بل هذا الذي يباشر به هو حنفي فإذا هو ينظر ماذا حكمه عند الحنفية لو كان واجبا وهذا يكون إخلالا وإلا لا يكون إخلالا مثلا رجل ويصلي بدون قراءة البسملة يصلي وأني كبر للإحرام ثم مباشرة قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإذا علم أنه ترك البسملة لو كان هذا المصلي شافعيا يجب عليه تعليمه وإعلامه أن قراءة البسملة واجبة لو ترك هذا لا تصح الفاتحة يترتب عليه فساد الصلاة هذا واجب لو كان حنفيا فلا يجب عليه لماذا؟ هذا البسملة عند السادة الحنفية ليست بواجب هكذا كذلك يعني مثلا رجل يعني مس امرأة أجنبية ثم يصلي ينظر هل هذا شافعي أو حنفي لو كان شافعيا انتقل وضوءه يجب إعلامه لو كان حنفيا لا ينتقل وضوءه إلا بالمباشرة الفاحشة بالأجنبية هكذا بمجرد المس مساس لا ينتقل وضوءه هكذا ثم فإذا رجل مثلا يعني قاء ملء الفم أثناء صلاته أو قهقر نعم لاحك بالصوت العالي أثناء صلاته فإذا ينتقل الوضوء ويبطل الصلاة عند بعض الأئمة فإذا ينظر هذا المصلي من أي مذهب يعني بأي إمام يقلد ثم يبين هكذا